السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قررت أن أفعل فيديو طويل عن عكس الأيام السابقة، لأني في الحقيقة قد اشتقت للفيديوهات الطويلة. واليوم سأتحدث عن التسريبات التي تحصل في الموسم الخامس، ولكن ليس جميعها، بس أتحدث بشكل خاص عن الحلقة 23. وإذا تريدوني أن أتحدث عن التسريبات الأخرى فاخبروني في التعليقات. والآن هل اشتقتم لشخصية كلاوي؟ حسنا، نحن سنشاهد كلاوي في الحلقة 23 كثيرا على ما يبدو. من الواضح أن كلاوي ستنتخب نفسها، ومن الواضح أنها ستصير هي العمدة. هل تعتقدون أن كلاوي ستنتخب نفسها دون أن يدعمها شخص؟ حسنا، نحن نعلم أن ليلى وكلاوي قد توحدتا في الحلقة 20. ومن الواضح بأن مونارك سيساعد كلاوي، وأيضا من الواضح بأن مونارك سيكشف هويته لكلاوي. لا أدري ماذا، ولكن أشعر بأن هذا سيحصل. هناك تسريب لمونارك وهو في غرفة العمدة، والذي هناك كانت هي كلاوي. بالفعل من الواضح بأن مونارك سيعطيها بعض الخواتم، ولا أدري إن كان سيكشف هويته أم لا، ولكن إذا كشف هويته فإني سأعترف بأنه ساذج. وفي كل الأحوال إن لم يفعل فإن ليلى تعرفه، وربما ليلى أصلا تخبر كلاوي بأن مونارك هو جابريال. وبالفعل كلاوي تقوم بصنع تمثال لها، وهذا يذكرني بتمثال الحورية. أنا لا أحاول أن أمزح، إنه حقا يشبه تمثال الحورية. المهم، وأيضا كلاوي تقوم بتصوير نفسها وأشياء أخرى، وهذا كله لن يحصل دون شخص. ومن تتوقعون؟ نعم، إنها سيزل سراغوغي، إنها تساعد كلاوي. الآن التسريب الآخر، كلاوي في بيت مارينيت. كيف يحصل هذا؟ كما قلت لكم أن مونارك يعطيها بعض الخواتم، وإن كانت كلاوي ذكية قليلا فإنها ستعرف أن مونارك هو جابريال، فجابريال هو الذي صنع الخواتم. والآن كلاوي تقوم بلدغ مارينيت وتقوم بفتح بوابة تنقلها. وبالفعل إدريان يذهب إلى بيتي أو إلى العمدة الذي هي كلاوي، وبالفعل كلاوي تلدغه وتنقله أيضا إلى تلك البوابة والذي كل شيء أحمر، لا أدري ما فيها. ومن الواضح على ما يبدو أن كلاوي تحاول أن تفرق علاقة إدريان ومارينيت، ومن الواضح أن مونارك هو الذي أخبرها بهذا. وبعد مرور كل تلك الأحداث يظهر أخيرا دعسوق القط الأسود. أنا في الحقيقة لا أدري كيف تحررت مارينيت وإدريان، ولكن من الواضح أن هذه الغرفة لها حل. المهم بأنهم يأتون في وقت انتخابات كلاوي وينزل أب من المثلث، وكلاوي تقوم بحبس في درع، وهذا الأحداث تحصل وليلى موجودة. وبالفعل ليلى كانت تتحدث إلى شخص ما وأنا لا أعرف، وسيد السرغوغي أو جابريل لديه لابتوب وعليه شركة سيد السرغوغي، وخاتم القط الأسود وقرط الدعسوق يضيئا، وهذا يعني نهاية التحول. وبالفعل أمر بدأ ينهي التحول، والدعسوق تكلم القط الأسود في آخر لحظاتها، وفي لحظة ما يظهر فيليكس. حسنا، لقد ظهر فيليكس من العدم، لكن لم يكن له هذه المرة أي فايدة. لا، لقد كان له فايدة، لقد كشف هوية جابريل. هذا على ما يبدو، لقد كشف هوية جابريل للجميع. ويبدأ جابريل وسيد سرغوغي بالهروب. حسنا، وسيد سرغوغي أو جابريل اسقطا التابلت، وليلى تقوم بأخذ هذا التابلت. من الواضح أن ليلى تحاول أن تفتح التابلت. لا أدري ما سوف يحصل إن فتحت التابلت، هل ستأخذ من ميراكوليس؟ لأننا نعلم أن الميراكوليس صار هذه الأيام إلكترونيا، لم يعد كوامي أو أي شيء من هذا القبيل. وكلاوي تأخذ طبيخا قليلا من الدعسوق والقط الأسود، ومن الواضح أنهم سينتخبون المعلمة بوسي، إن لم أكن مخطئا، لأن هناك تسريب وهي ترتدي علم باريس. المهم بالفعل إدريان ومارينيت يكونوا عند أصدقائهم، وكأن لم يحصل أي شيء. لا أدري كيف سينتهي الأمر، هل سينتهي التحول أم لن ينتهي، ولكن من الواضح أنه لن ينتهي ولن تكشف الهوية في هذه الحلقة. ولكن هناك تسريب قد صدمني، إدريان سيترك باريس ويرحل أو فرنسا إلى لندن. أنا لا أدري ما سوف يحصل في هذه الحلقة، ولكن من الواضح أن ماريني ستصاب بالأكومة. وهذا كل شيء كان حلقة 23. في الحقيقة أن هذه التسريبات لم تصدمني إلا عندما جاء فيليكس وكشف هوية جابريال، ولا أتوقع بأنه سيحصل، لكن لم يصدمني أن الدعسوق اتصل سينكشفه. أتمنى أن الفيديو أعجبكم، لأن وصلنا لنهايته. لا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعة حسابي على انستغرام وحسابي على التيك توك. أنا أنزل كل الأشياء الجديدة عن كوتوم مراكز في حسابي على انستغرام، ستجدونها في رابط الوصف. كان معكم أحمد من قناة كارتلوس. سلام.